السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة البرمجة. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن نظم تشغيل الموبايل الموجودة دلوقتي وايه لغات البرمجة اللي انت محتاج تتعلمها عشان تبدأ تبرمج لنظم التشغيل دي. اما في الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية فاحنا هنبدأ نتكلم ونقول لك ازاي تقدر تبرمج باستخدام منصة الفلاتر. طيب اشمعنا بقى هنتكلم عن الفلاتر ومش هنتكلم عن الاندرويد بس او الاي او اس بس؟ الجميل في الفلاتر انك بتكتب الكود مرة واحدة وبعدين بتشغله على الاندرويد وعلى الاي او اس، وكمان ممكن يشتغل كويب سايت. وانا بشوف ان البداية بالفلاتر سهلة وبسيطة وهتديك مدخل كويس للبرمجة. وعموما بما ان السواد الاعظم متابعين القناة هم الناس اللي معاها اندرويد، فاحنا هنتكلم عن برمجة الاندرويد سواء بقى في الفلاتر او في الاندرويد، لان برمجة الاي او اس زي ما قلنا في الفيديو اللي فات بتحتاج جهاز ماك وبتحتاج شوية حاجات وهي مش متاحة دلوقتي عند كل الناس. طيب مين احسن حد ممكن يتفرج على الفيديو ده؟ الفيديو ده اي حد ممكن يتفرج عليه. لو انت حتى مش مهتم بالبرمجة فانا انصحك انك تتفرج على الفيديو ده، لان في الفيديو ده احنا بشوية خطوات بسيطة جدا هنقوم منزلين شوية حاجات وعاملين شوية برامج وهوب هتلاقي عندك برنامج. البرنامج بقى عايز تحط عليه اسمك، عايز تكتب فيه اي حاجة. الفكرة انك في وقت قليل جدا هتقدر تعمل برنامج، فليه ما تجربش؟ فايه اللي يمنعك انك تجرب او انك تاخد فكرة؟ طيب ايه بقى الناتج بتاع الفيديو بتاعنا ده؟ ودي حاجة هنتكلم عنها دايما في بداية كل فيديو. هنقول انك في نهاية الفيديو ده هتكون وصلت لإكس، لحاجة معينة، لبرنامج معين، هتكون وصلت لنتيجة معينة. النتيجة بتاعت الفيديو ده ان بنهاية الفيديو هيكون على الكمبيوتر بتاعك منصة التشغيل ومنصة العمل ومنصة البرمجة بتاعت الموبايل اللي ممكن تستخدمها في الفلاتر، وكمان هنفتح المحاكي الايميليتر او السيميليتر بتاع الاندرويد ونشغل عليه البرنامج بتاعنا. طبعا قبل ما نبدأ لازم يكون عندك شوية متطلبات، زي انك يكون عندك جهاز ويندوز او لينكس، وانا متاكد ان انت عندك الجهاز ده، يعني اللي هنعمله ده مش هينفع تعمل من على الموبايل، ويكون عندك في الجهاز على الاقل 10 جيجا فاضيين عشان كل الحاجات اللي هننزلها دي هتحتاج مساحه. ويفضل طبعا ان رامات الجهاز بتاعتك تكون كبيره على قد ما تقدر، يعني 4 8 16. كل ما الرامات زادت كل ما الدنيا بقت احسن. بس يا سيدي دي هي المتطلبات. تعالوا بقى نروح للجهاز ونسطب الدنيا ونشوف البرنامج بتاعنا هيكون شكله عامل ازاي. طيب احنا مبدئيا محتاجين ننزل شويه حاجات. اول حاجه محتاجين ننزل الاس دي كي بتاع الفلاتر، وهنتكلم يعني ايه اس دي كي. بس خلينا الاول ندخل على جوجل وندور، نقول له فلاتر داونلود، وبعدين نقوم مختارين اول نتيجه، على الاغلب هتكون اول واحده، وبعدين نقوم مختارين ويندوز على اساس ان احنا شغالين على ويندوز. لو شغال على ماك او لينكس اختار نظام التشغيل اللي انت شغال عليه، ونقوم منزلين اخر نسخه ستيبل من الفلاتر. نفتح بقى الداونلودز بتاعتنا. خلاص الفلاتر بقى موجود عندنا دلوقتي، محتاجين ان احنا نفك الفلاتر ده. هنقوم قايلين له extract all، نقوم حاطينه على السي مباشرة فلاتر، ونقول له extract. خلاص بعد ما خلص فك الملف اللي نزلناه هنروح على السي، هنلاقي الفلاتر موجود هنا. هنقوم داخلين فاتحين فلاتر وفاتحين الفولدر اللي اسمه بن، وبعدين نقوم واخدين المسار ده كوبي او كات، وبعدين نفتح قائمة ستارت وندور على environment variables، edit system environment variables. دي نقطة من النقط المهمة جدا، ان احنا هنغير في environment variables ونضيف الفلاتر ليها. لما هنفتح دي هنروح على الباث، نضغط عليها مرتين ونقول له new، ونحط المسار بتاع الفلاتر هنا، وبعدين نضغط اوكي اوكي اوكي. عشان نتاكد ان الكونفيجريشن اللي احنا عملناها دي مظبوطه هنقوم فاتحين السي ام دي، هنسيرش نكتب كلمه سي ام دي هنا هيطلع لنا الكوماند برومت، هنقوم كاتبين فلاتر. المفروض ان احنا كده تمام، الكونفيجريشن اللي احنا عملناها مظبوطه. طيب فلاتر عندهم امر معين اسمه فلاتر دكتور، بيبدأ يشوف ايه الحاجات اللي موجودة على الجهاز، ايه الكونفيجريشن الموجودة وايه اللي مش موجود، وبيقول لك انت محتاج تعمل ايه. اول حاجة قال لك انت عندك الفلاتر بتاعك مظبوط، الدنيا تمام، انت ما عندكش الاندرويد تول تشين، ما عندكش اندرويد اس دي كي متسطب عندك. طيب دي تاني خطوة احنا محتاجين نعملها، محتاجين نروح ننزل الاندرويد اس دي كي. وعشان ننزل الاندرويد اس دي كي احنا محتاجين ننزل حاجة اسمها الاندرويد ستوديو، برضو لما هنسيرش عليها هتكون اول نتيجة على الاغلب. بعدين نقوم منزلين الاندرويد ستوديو، نضغط داونلود اجري على الاجريمنت ونقول له داونلود فور ويندوز. بعد ما خلص هنقوم فاتحين الداونلودز، هنلاقي الاندرويد ستوديو دبل كليك، نضغط مرتين عشان نعمله انستول.
يعني الانستول بسيط جدا، كله نيكست نيكست نيكست، ما فيهوش اي حاجه. الاندرويد ستوديو اللي احنا بنعمله انستول دلوقتي هو عباره عن الاندرويد ستوديو بالاضافه للاندرويد اس دي كي. الاندرويد ستوديو عاده بيستخدم في انك تكتب كود جافا او كوتلين او حتى الفلاتر نفسه، وبتطبق الكود ده على الاندرويد كده. تمام، هو خلص. بعد ما الاندرويد ستوديو خلص هنقول له ستارت اندرويد ستوديو، لان هو دلوقتي احنا حملناه وبعدين عملنا له انستول، وبعدين هو محتاج لما يفتح هيعمل شويه كونفيجريشن وهينزل شويه حاجات من الانترنت. اول خطوه بيقول لك هل عندك اي كونفيجريشن قديمه قبل كده، في سيتنج قديمه؟ لو عندك هتقوم وديه على المسار ده، لكن انت على الاغلب مش عندك، فهتقول له dont import setting، اعمل سيتنج جديده من الاول. فهيبدا يفتح الاندرويد ستوديو. الداتا شيرنج دي دايما رساله بيطلعها لك انك عايز تشير اليوزج بتاعك، عايز تبعت لجوجل الاحصائيات بتاعتك، انت ضغطت على ايه وانت عملت ايه. يعني انا عاده ما بحبش بقوله dont send. طيب، هو ده الاندرويد ستوديو في اول شاشه. طبعا اول شاشه هو بيبدا يسالك على شويه كونفيجريشن، خليها كلها زي ما هي، قول له نيكست نيكست نيكست. وبعدين بيقول لك بقى ايه ان احنا عايزين نداونلود شويه حاجات، فهتقول له فينش، هيبدا هو يعمل داونلود. طبعا البروسيس دي بتبقى في البدايه محتاجه انترنت كويس، ولو مفيش انترنت كويس فانت محتاج تعملها بقى على مراحل. طيب، هو خلص، عايز منك بقى ايه؟ انك تقول له ايه، يلا يا معلم اشتغل. طول فترة الانستول هيبدا ياخد منك بيرميشنز، يتاكد ان الدنيا تمام، موافق ان اعمل انستول. طيب احنا كده خلصنا، هنقوم قايلين له فينش كده، الاندرويد ستوديو تمام وكل حاجه كويسه. هنقوم راجعين تاني للكوماند لاين سي ام دي ونضغط سهم لفوق، فيظهر لنا الامر اللي احنا كتبناه اخر مره، فلاتر دكتور. هنضغط تاني ونتاكد ان الدنيا تمام. طيب، هو دلوقتي بيقول لك الاندرويد تول تشين اللايسنس نوت اكسبتد، انت محتاج توافق على اللايسنس. طيب اعمل ايه؟ ران الكوماند ده، فلاتر دكتور اندرويد لايسنس. هنقوم جايين هنا ونقول له اديت، نقول له مارك، نقوم واخدين ده كده، وبعدين نقوم تاني رايحين هناك نقول له اديت، نقول له كوبي، وبعدين نقوم رايحين تاني ونقول له بيست، قوم ضغطين انتر. كويس، هو دلوقتي بيسألك سؤال ويقول لك اضغط واي، قوم ضغطين واي وضغطين انتر تاني، هيوريك اللايسنس، هتقول له انا موافق. واي انتر تاني، واي انتر، واي انتر، واي انتر، واي انتر، واي انتر، كله تمام. قوم ضغطين سهمين لفوق مش سهم واحد، لان سهم لفوق بيرجع لك لاخر امر انت كتبته، انا عايز ارجع تاني لفلاتر دكتور. خلاص كده الفلاتر تمام. بعدين يجي شيك على الاندرويد، يقول لك الاندرويد ستوديو اندرويد تول تشين تمام، اندرويد ستوديو مش تمام، فلاتر بلجن نوت انستولد. بما ان احنا مش هنستخدم الاندرويد ستوديو في الديفلوبمنت بتاعنا، احنا هنستخدم حاجه تانية، فدول مش مشكله دلوقتي، خلينا نروح ننزل الحاجه التانية. احنا في الديفلوبمنت بتاعنا هنستخدم فيجوال ستوديو كود. نقوم عاملين عليها، ندور عليها في جوجل ونروح نقول له عايزين يداونلود الفيجوال ستوديو كود فور ويندوز ستيبل. ماشي، ثانك يو. هيبدا يعمل داونلود دلوقتي. بعد ما الداونلود يخلص نروح للداونلودز، هنلاقيه هنا دبل كليك، هنعمل له انستول اكسبت، برضه نفس الفكره، نيكست 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 نيكست. عايزين نكريت ديسكتوب ايكون عشان يبقى معانا، اد الباث، ده شيء مهم جدا. انستول. طيب كده خلص، هنقوم ايه فتحينه، فينش لانش فيجوال ستوديو كود. لما تقول له فينش هيقوم فتحه لك. فيجوال ستوديو كود هو برنامج بسيط جدا وخفيف، عشان كده انا بفضله عن الاندرويد ستوديو. مع الوقت هنفهم اكتر احنا ليه استخدمناه. هنقوم رايحين على قائمه فيو، نقول له نروح على اول حاجه في القائمه، وبعدين نقوم مدورين على install extensions، بس مش اول واحدة، احنا هنختار extensions install extensions دي، نضغط انتر، هيقوم مطلع لنا المكان بتاع extensions. احنا دلوقتي عايزين install extension بتاعت flutter، هنقوم مدورين على flutter ونختار اول واحدة
ونقول له انستول. طيب هو كده خلص؟ قال لك يتغيرت بقت ان انستول. عشان نتاكد ان هو فعلا صدت بالدنيا بصوره مظبوطه هنقوم رايحين تاني على فيو ونختار اول حاجه وبعدين نقوم مدورين على دكتور. هيطلع لنا فلاتر ران فلاتر دكتور هنضغط عليها هيبدا يرن يشغل فلاتر دكتور. هو نفس الكوماند الكوماند اللي احنا كتبناه في السي ام دي هو نفسه. فبيقول لك دلوقتي لما نيجي نبص هنا هتلاقي ان هو قال لك ايه اندرويد ستوديو تول تشين كله تمام اندرويد ستوديو طلع له نفس الايرور. تعالوا نكتب الكوماند هنا تاني نضغط سهم لفوق بعدين نضغط انتر ونشوف النتيجة اللي هتطلع لنا كده. فلاتر كله تمام اندرويد تول تشين تبقى كله تمام. يظهر هنا معانا فيجوال ستوديو كود ان هو متسطب تمام. اخر حاجة ان احنا ما عندناش كونكتد ديفايسز. طبعا احنا واحنا بنطور للموبايل احنا لما هنيجي نشغل لما هنيجي نجرب اللي احنا كتبناه هنشغله على موبايل. ولكن احنا النهاردة مش هنشغل على موبايل حقيقي احنا هنشغل على حاجة اسمه ايميليتر يعني محاكي. هنرجع تاني للاندرويد ستوديو ونضغطين على configuration ونفتح الـ AVD Manager Android Virtual Devices Manager. طبعا احنا لسه ما عندناش اي ايميليتر هنا هنقوم كريتين ايميليتر جديد هنقوم منشئين ايميليتر جديد. هنضغط على Create Virtual Device هيبدأ يطلع لك كل انواع المحاكيات اللي انت ممكن تعمل منها. هنختار مثلا خلينا على بيكسل 2XL هنا بيوريك الابعاد بتاعته وهنا نوع الكاتيجوري بتاع الديفايس هل هو تلفزيون تليفون وير او اس اللي هي الساعه هل هو تابلت هل هو عربيه لان الاندرويد طبعا بيشتغل على كل الحاجات دي. فاحنا هنخليه زي ما هو نختار الفون ونقول له نيكست. محتاجين اختار نسخه اندرويد لان كل احنا انت تقدر تنزل محاكيات بعدد نسخ الاندرويد الموجوده ولكن هو دلوقتي ما نزلناش ولا نسخة. فتعالوا ايه ننزل احنا مثلا الاندرويد لولي بوب اللي هو الاندرويد 5 او الاندرويد نوجيت اللي هو الاندرويد 7. فممكن نقوم قايلين له هنا داونلود وبرضو هنقعد نستنى شوية لحد ما هيداونلود الاندرويد ده. نسخة الاندرويد عادة بتتراوح ما بين 1 جيجا ل 2 3 جيجا على حسب النسخة نفسها. فزي ما قلنا في البداية ان احنا محتاجين في الجهاز على الاقل 10 جيجا يكونوا فاضيين لان كل اللي احنا نزلناه ده هياخد مساحات كبيرة جدا. طيب هو كده خلص خلينا نضغط فينش فينش وبعدين هنلاقي الاندرويد نو جيت بقى متاح لنا ان احنا نختاره. هنقول له نيكست نقول له فينش كده احنا انشأنا اول محاكي لنا. ومن هنا ممكن نضغط من هنا ممكن نشغله. هنقوم ضغطين على الزرار البلاي ده هيبدأ هو يشغل المحاكي. المحاكي بقى سرعته في ان هو يشتغل بتعتمد على الجهاز بتاعك. كل ما كانت الرامات احسن وكل ما كان المواصفات الجهاز احسن بيكون المحاكي بتاعك بيشتغل بسرعة او بيشتغل ببطء. والمحاكي ما بيختلفش كتير عن الديفايس الحقيقي. بيبقى في شويه فروقات ان الديفايس الحقيقي او التليفون الحقيقي بيبقى فيه كاميرا حقيقيه ومايك وكلام من ده ولكن المحاكي بيكون قريب جدا من الديفايس الحقيقي. طيب هو كده بدا يشتغل عادي زيه زي اي ديفايس اول مره تشغله. لو انت شفت موبايل اندرويد اول مره تشتري هيبدا يديك شويه انستراكشنز ويبدا يظهر لك شويه كده نوتيفيكيشنز وشويه حاجات. طيب خلينا بقى نرجع تاني للكوماند لاين بتاعنا وبعدين نقوم ضغطين تاني سهم لفوق او بدل ما نضغط سهم لفوق نقوم كاتبين فلاتر دكتور ونضغط انتر ونشوف ايه الناتج بتاعنا. لما يقول لك الفلاتر تمام وبعدين يقول لك الاندرويد تمام اندرويد ستوديو احنا قلنا ان هو مش مهم فيجوال ستوديو تمام كونكتد ديفايسز في 1 ديفايس. خلاص كده احنا مستعدين ان احنا نبدا المشروع بتاعنا. هنقوم قافلين دي من هنا احنا مش محتاجينها تاني وبعدين نقوم رايحين تاني على فيو نختار اول واحده ونقوم كاتبين فلاتر نيو بروجكت. ممكن نكتب نيو بروجكت
فلاتر ونختار فلاتر نيو بروجكت. يقول لك اكتب لنا اسمه هنسميه مثلا ماي اب. تمام اضغط انتر، هيقوم هو عامل لك البروجكت بتاعك او هيسالك عايز تحطه فين. خلينا مثلا نروح على السي، بس طبعا لان انا هنا ما عنديش غير السي انا هختار السي، ولكني دايما انصح انك ما تحطوش على السي، حطه على حاجه تانية. ونقوم عاملين هنا فولدر جديد مثلا هنسميه بروجكتس، وهيقوم عامل انشاء لمشروع جديد ماي اب واحد. هو دلوقتي بيكرييت المشروع الجديد بتاعنا. حتى لو رحنا نبص على السي، بروجكتس ماي اب واحد، هتلاقيه فاضي دلوقتي، بس هو دلوقتي بيعمل له كرييشن. هتلاقي هنا ملفات وفولدرز كتيرة هتظهر دلوقتي. هنلاقي الملفات اهي ظهرت والفولدرز. نرجع تاني للفيجوال ستوديو، مش محتاجين ويلكم دي، مقفلينها. طيب ده معناه ان هو خلص. Your Flutter project is ready. Connected. Connect a device. احنا already معنا device connected. لو هو مفتح لكش الشاشة دي مباشرة، انت محتاج تروح على الفولدر اللي اسمه الIP، وبعدين main.dart تضغط عليها double click، هيقوم فتح لك الشاشة دي. كل احنا محتاجينه دلوقتي ان احنا نعمل run، ان احنا نشغل البرنامج بتاعنا، او انك تقوم ضاغط على F5. في نقطة مهمة قبل ما نقوله start، احنا لازم نتأكد ان احنا عندنا device شغال. وبما ان احنا شغلنا اصلا السيميليتر بتاع الايميليتر بتاعنا مسبقا، هتلاقي ان الايميليتر اللي احنا مشغلينه ظاهر هنا. عادة من المنطقة دي انت بتختار الديفايسز، يا اما تكريت ديفايس جديد، يا اما بتختار واحد من الديفايسز الموجودة. يعني انت لو كان عندك ديفايس الموبايل بتاعك كونكتد دلوقتي، بس بعد شوية كونفيجريشن هيقوم طالع هنا. والمنطقة دي هي عادة المنطقة اللي عينك هتكون عليها. هنا هيبقى موجود الديفايس، بيظهر اسم الديفايس الكونكتد او الديفايس اللي انت لما هترن البرنامج هيشتغل عليه، الفيرجن بتاعت الفلاتر. يعني هنتكلم اكتر عن الحاجات دي في المستقبل. خلينا نروح على رن ونقول له ستارت ديبوجينج. اول ما بتضغط طبعا اول مره هيقوم قايل لك ان هو عايز يقلو الاكسس، تقول له قلو. اول ما بتضغط على رن بيقوم ظاهر لك القايمه دي، انتوا شايفينها الجزء المستطيل اللي ظهر جديد ده، بيكتب لك فيها، بيطبع لك فيها تطور الرن بتاعك. لو في عندك اي مشاكل هتطلع لك هنا، لو في عندك اي حاجة هتلاقيها تظهر لك هنا. نفس الفكرة هنقوم قايلين له الله تاني. الحاجات دي بتطلع لك في الاول لان دي اول مرة انت تشغل الموضوع ده، لكن بمجرد بس ما اول مشروع يشتغل معك الحاجات دي كلها مش تطلع تاني. طبعا انت شايف ان هو بياخد وقت معايا في الرن، وقت طويل جدا، لان انا شغال على فيرتشوال ماشين، لان ما عنديش جهاز ويندوز. فانا منزل زي كده ويندوز فوق الماك بصوره معينه، فالموضوع بيكون بطيء شويه. طيب هو كده خلص، بيقول لك ان خلاص بيلت، يعني تم بناء الاي بي كي. زي ما انت عارف او مش عارف الاي بي كي هو ملف الاي اكس اي بتاع الاندرويد، هو الاكسكيوتابل فايل. او دلوقتي بيرنه بيشغله على السيميليتر، بيقول لك انستولينج الاي بي كي. هو المفروض ان هو هيشتغل دلوقتي على الايميليتر ده. خلاص عمل له انستول، بيسينك الفايلز. لما بتعمل ران، وده اول برنامج لينا، لما بتعمل ران بيبقى فيه شويه تولز اضافيه هو ممكن يفتحها لك. فانا هقول له اوبن، ماشي. بيقول لك ان هي محتاجه تعمل لها انستول، اكتيفيت دارت ديف تولز، دي هيعمل لها انستول، بس دي حاجة اضافية. ده البرنامج بتاعنا، اول برنامج لينا على الفلاتر. هو عبارة عن تايتل ورقم هنا، وبعدين لما تضغط على الزرار ده الرقم ده المفروض ان هو بيزيد. لو عايزين مثلا نغير الكلام اللي مكتوب هنا، المشروع بتاعنا هو كله في المين دوت دارت دي. يعني مثلا التايتل بتاعنا هنا فلاتر ديمو هوم بيج، اللي هو ده التايتل مثلا. انا ممكن نسميه مثلا يحيى كوست اب، وبعدين اضغط سيف اللي هو كنترول واس. ومجرد ما تضغط سيف المفروض ان هو بيعمل سينك تاني للفايلز، وقام غير اسم الابلكيشن. طيب يو هاف
push the button. انا عايز اغير النص اللي مكتوب هنا. لما تنزل تحت شوية تنزل كمان تدور على النص اللي مكتوب. ايوه تعالى مثلا نغير ده كده. تعالى نكتب حاجة مثلا this is my first text ونقول له تاني control s هتلاقيه بيقول لك syncing files وبعدين قام غير لك النص اللي هنا. بكده نبقى خلصنا اول برنامج لينا في الفلاتر. تعالوا نرجع نتكلم تاني في المكتب ونكمل الكلام. بس يا سيدي انت كده بقى عندك برنامج مكتوب بقى عليه اسمك مكتوب عليه الكلام اللي انت عايزه. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم ازاي ممكن ننزل البرنامج ده عندك على الموبايل مش على المحاكي على الكمبيوتر. ولحد ما اقابلكم بقى في الفيديو الجاي انا عايزك كده تقعد تفكر. انت دلوقتي خلاص الحمد لله قدرت انك تنزل الفلاتر عندك وقدرت انك تكتب كود بسيط جدا عشان تعمل البرنامج ده. عايزك بقى تفكر كده وتشوف ايه الافكار اللي انت ممكن تعملها، ايه الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها، ايه فكرة البرنامج اللي انت كنت دايما متشوق ليها ونفسك ان هي تكون موجودة. ففكر كده في افكار الابليكيشنز اللي انت كان نفسك ان هي تكون موجودة وفكر ازاي ان احنا ممكن نعملها في المستقبل. بس يا سيدي ده كان فيديو البرمجة للأسبوع ده. فلو عجب الفيديو ده ما تنساش تعمل له لايك وما تنساش تعمل الفيديو ده شير عندك على الفيسبوك على جروبات الواتساب بتاعت أصحابك المهتمين بالبرمجة. لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه فانت تقدر تدعمنا عن طريق منصة باتريون، هتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت في صندوق الوصف. وفي الآخر أحب أقولك إنك لو مش مشترك في القناة أنت لازم تنزل تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان دايما يجي لك كل جديد. واستنونا في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.